بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صوت المجلس الوطني بأغلبية أعضائه على الموافقة للتصويت على مشروع الدستور المعروض للاستفتاء. يحث حزب الحرية والعدالة المواطنين على ممارسة حقهم في التصويت بقوة وبنعم يوم الفاتح من شهر نوفمبر 2020. احنا قدمنا 46 مقترح، أخذ من بين هذه المقترحات أخذ بحوالي 15 مقترح موجودة. طبيعة الحال عدنا مجموعة من تحفظات، لكن المشكلة في الدستور أن الدستور هي وثيقة كلية والتصويت عليها لا يكون بالجزء. معناها القضية التصويت لو تكون عدنا فرصة أننا نرفض جزء ونقبل جزء ممكن تكون عدنا اعتراضات على بعض المواد طبيعة الحال، لكن الرضا الكلي على وثيقة الدستور لا يمكن أن يتحقق.